من باريس ينضم إلينا عمر بشير مراسل الغد. عمر مصورة، لديك لا تزال الصدامات متواصلة بين المحتجين وقوات الشرطة. يعني تقريبا الأمور تنتهي الآن، نحن نتجه باتجاه عودة الحياة الطبيعية بشارع الشانزليزيه. كما ترون البلدية هنا أضاءت الشارع من جديد، وأعداد المتظاهرين قلت خلفي في قوس النصر. شوهدت قبل قليل يعني اشتباكات قوية، تقدم المتظاهرون باتجاه العناصر الشرطية الموجودة خلفه والمحيطة لقوس النصر، اقتربوا كثيرا منهم، ما أدى إلى قيام العناصر الشرطية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. حاول أصحاب السترات الصفراء الهروب من المنطقة. والآن أيضا خلفنا في الناحية الأخرى نسمع أصوات قنابل غاز، ونشاهد عدد من أصحاب السترات الصفراء أيضا يقتربون نحو مركبات تابعة للقوى الأمنية المنتشرة في باريس هنا بشارع الشانزليزيه. ولكن الأعداد أو المواجهات تقل حدتها، نقترب من ساعات المساء هنا، وبالتالي كما جرت العادة في الأسابيع الماضية عندما نصل إلى هذا الموعد أو هذا التوقيت من كل يوم سبت، تصل الأمور أو تنتقل الأمور من الذروة إلى قرب الانتهاء. على أي حال، الإحصائية الآن إحصائية المعتقلين، الحكومة الفرنسية قالت إنها في باريس الآن تم اعتقال ما يقرب من 100 متظاهر، وخارج باريس أيضا نتحدث عن حوالي 50 متظاهرا آخرين. هل من إصابات اليوم عمر؟ يعني إذا ما ذكرنا أيضا عن موضوع الانفجار الذي تم اليوم صباحا، تم تسجيل 37 إصابة في هذا الانفجار، منها 7 إصابات في حالة خطيرة وقتيلين نتيجة الانفجار الذي قال وزير الداخلية لاحقا إنه مفتعل. ولكن أيضا هنا في هذه المظاهرات هناك عدد من الإصابات وعدد من الاعتقالات كما ذكرنا. الإصابات عولجت في الميدان من قبل المتظاهرين الذين كانوا يتقدمون تجاه العناصر الشرطية ويشتبكون معهم، ويتم سحبهم كما شاهدنا في ساعات قبل ساعتين. طيب عمر، بالنسبة لل سحبهم من هذه الأماكن للحوار الوطني المقبل، كيف يرى المراقبون هذا الحوار؟ هل سيضع هذا الحوار الوطني الكبير في فرنسا حدا لأزمة السترات الصفراء؟ يعني السترات الصفراء قالت اليوم وأكدت على موقفها بأن أي حوار تقوده الحكومة بالشكل الحالي لن ينجح في تحقيق أهدافه، وتمسكت بمطلبها قبل الدخول في حوار تعتبره يمثلها، وهو مطلب السترات الصفراء الآن هو المشاركة في الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية. هذا مبني على أن يكون هناك مشاركة لهم سواء بتشكيل حزب في البرلمان أو أن يتم إجراء استفتاء على أي قرار تتخذه الحكومة داخليا أو خارجيا، مع العودة إلى الشعب لمعرفة رأيه. هذا هو الضامن الوحيد وهذا هو الشرط الأهم الآن لأصحاب السترات الصفراء الذين قالوا إن هذا الحوار لن يمثلهم، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الحوار يتعثر قبل أن يبدأ. شكرا جزيلا لك عمر بشير مراسل الغد، كنت معنا من الشانزليزيه من باريس.